اكسبريسيون. القوه ديالي فين تتولي؟ تتولي في ان انا نقدر نقول واحد الحاجه يسمعوها بزاف ويديروها. وي لقاش ملي كنت صغير في الناحيه ديال باريس ماشي هنا، تعلمت نشوف العالم ونعبر هذاك الشيء اللي كان باغي نعبر بالفنون بالثقافه في واحد المركز ثقافي اللي هو كان كيتسمى الفوروم دي شولات، بحال نقدروا نقولوا دار الشباب ديالنا. تعلمت المسرحيه، تعلم الرقص، تعلم الغناء، شفت اول فيلم ديالي تما، اول لي كونسير، وما كانش خانوا لي مخرج كنظن الا ما كانش دست واحد البلاصه بحال هادي. الافتتاح ديال الفيلم اليوم كان الباح لافون بروميير في كازا، ما تصوريش واحد ليموسيون كبيرة بزاف، باسكو أول مرة كنبينوا الفيلم جمهور مغربي، كان كيعيش هاد الجمهور بالفيلم، كان كيصفق كل خمس دقائق على هذاك الشيء اللي كيقولوا في الفيلم. الشباب كانوا كيبكيو، كانوا كيضحكوا، كانوا كيشتحوا، كانت فريمون حسيت ملي الفيلم كيقيسوا ديال بصح. لا ماشي ضروري كنخدم ممثلين اللي ماشي معروفين، كان شي مجموعه ديال الافلام تصورت بممثلين بروفيسيونيل بحال مكتوب، بحال واتيفلو لاونس، بحال غازيا، وكاين شي مجموعه ديال الافلام فين كنقلب على واحد النوع ديال الواقع اللي هو داخل هاد لي بيرسوناج اللي هما كيعيشوا هاد الحياه حقيقيه، وكنت باغي نوصل معاهم واحد النتيجه، ماشي نخدم معاهم نبريباري معاهم من بعد نعيط الممثلين بروفيسيونيل باش يجيو يمثلوا الدور ديال حياتهم. وكل ممثل عنده واحد لا بروميير فوا، اول مره، وهاد لا بروميير فوا خص تعطي الفرصه للبنادم باش يوصل. الفيلم كان مكتوب 100%، وكاين شي واحدين فيهم اللي مثلوا واحد الدور اللي هو قريب من حياتهم، كاين شي واحدين فيهم اللي مثلوا واحد الدور اللي بعيد منهم من الواقع ديالهم. على كل حال كانت واحد القصه من البدايه، غير هذه القصه مبازي على الواقع. انا ما كنديرش افلام باش نحلق دي سكوندال ولا دي بوليميك ولا فهمتي، انا كندير افلام باش اكسبريمي هذاك الشيء اللي بغيت نخرج. من بعد الا كاين شي مواضيع اللي الناس كيشوفوا واحد لا بوسيبيليتي اللي امكانيه باش يخرق واحد السكوندال ولا شي حاجه بحال هكاك، شغله ماشي شغلي هذيك الساعه. ضروري، ولكن مازال شويه ديال الوقت باش نقدر نهضر عليه. انا عرفتي واحد من النوع ديال المخرج اللي كيصاوب عاد كيتكلم، ودابا مازال ما صاوبتش، مازال كنعيش بهذا الفيلم اللي هو مهم كيف قلتي، هو الفيلم اكثر فيلم اللي قريب من القصه ديالي، وبغيت نعيش به، بغيت نمشي معاه في المعرج، ندير هذا الافتتاح ومن بعد غنفكر في المستقبل ان شاء الله.